الآن نتكلم عن منافسات بطولة آسيا تتواصل في الكويت، منافسات بطولة آسيا للمبارزة لفئة العمومي بمشاركة أفضل نجوم القارة في مسابقة سلاح الإيبي. اليوم الثاني من البطولة شهد حضور قوي لمتسابق منتخبات شرق آسيا من كوريا الجنوبية واليابان وتايبي وهونغ كونغ. على أرض الصداقة والسلام تتواصل منافسات بطولة آسيا لفئة العمومي. اليوم الثاني شهدت منافسات مبارزة سلاح الإيبي حضورا آسيويا قويا لأبطال اللعبة من اليابان وكوريا الجنوبية وتايبي وهونغ كونغ، وسط طموح كان عاليا لأبطال منتخبنا الوطني بمجاراة القوة والسرعة الآسيوية. فبعد أن تجاوز أبطالنا دور المجموعات اصطدموا بمواجهات حامية في مباريات خروج المغلوب ولم يتمكنوا من إكمال المشوار. بالخبرة اللي موجودة عند أبناء الكويت من المبارزين أدت إلى هذا التنظيم المميز، واللي انعكس أولا بعدد الحضور الجماهيري وعدد حضور المشاركين، عدد الدول المشاركة من مختلف دول آسيا وخاصة الدول اللي باعها طويل ولها مستوى عالي جدا في الرياضة. وبنفس الوقت برضو بنبارك للإخوة الكويتيين الميدالية البرونزية للبطل الشملان المتأهل إلى الأولمبياد، والله إن شاء الله تكون فاتحة خير كمان في ألعاب الأولمبياد. نتيجة يوسف أمس هي تعتبر الأولى بالنسبة حق السابر يعني من تاريخ الكويت. يوسف كسر قام يعني يكسر أرقام في تحقيق الإنجازات. هذا الشيء اللي قاعد يصير معانا قاعد يخلينا نهتم زيادة، مو بس بيوسف، إن نخلي واحد تحت يوسف. على فكرة يوسف الحمد لله فضل رب العالمين عمره 24 سنة يعني توه صغير وقاعد يسوي أرقام كبيرة. يعني برونزيتا أمس الأربعة اللي لعبوا أربعتهم راح متأهلين، اللي أربعة بالنهاية أربعة متأهلين للأولمبياد. الأربعة راح يلعبون باريس، يمكن الأربعة واحد فيهم راح يطيح ويا الثاني في باريس. يعني أمس رباعي أولمبي. هذا وتعد بطولة آسيا الأقوى والأمتع فنيا ومهاريا للعبة المبارزة، لا سيما وأن أبرز اللاعبين العالميين من القارة الآسيوية. بطولة آسيا يمكن خصوصا في السلاح، هذا اليوم سلاح ثقيل، سلاح وايد ثقيل، مجريات تتغير على قولتهم جولة. أبطال عالم وايد فوق 20 لاعب بطل عالم، لاعبين أولمبيين متواجدين. البطولة وايد ثقيلة وايد قوية، حضور حلو كان ما كان سيء والحمد لله. يعني ما توفقنا، يعني أنا بتكلم عن أفضل ثلاث منتخبات هم من دور الأربعة في دورة الألعاب الأولمبية السابقة. قاعد أتكلم عن آخر بطولتين عالم، بطل العالم لاعب آسيوي، فالبطولة قوية، مصنفين عالم على مستوى عالي. يعني مستوى فني عالي وأداء سريع في مختلف المواجهات، وسط نجاح تنظيمي من اتحاد المبارزة الكويتي باحتضان هذا الحدث الرياضي الأسيوي. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.